3 نوفمبر لازم يكون لنا تبدا الحمله يعني تاع التحقيق تاع 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 لا فاكسيناسيون مع التلقيح نتاع الانفلونزا الموسمي. هذا ضروري بالنسبه للناس، لازم الناس يديروه، وخاصه الناس اللي عندهم السن كبير، اللي عندهم مرض المزمنه وغير ذلك، لان لازم نفرق، ما نزيدش نزيد نثقل العبد. هذا كوفيد عنده نفس الاعراض مع انفلونزا الموسمي، ينجم يتخلط مع الكوفيد، يعني تبقى حاله وبائيه كبيره.